بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، قناة المجد الفضائية، قناة المجد العلمية من كلية سليمان الراجحي الأهلية بمنطقة القصيم. لقاؤنا لهذه الأمسية هو لقاء مع الرجل الأول في هذه الكليات، الدكتور عبد الرحمن المزروع، في حفل تخرج الدفعة الثانية في كلية سليمان الراجحي. حياك الله دكتور. الله يحييكم، أهلا وسهلا. دكتور، بداية في خضم هذه الاحتفالية المباركة، كلمة توجهونها لأبنائكم الخريجين ولأبنائكم الذين ما زالوا أيضا تحت الدراسة. أولا نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لأبنائنا الطلاب الذين تخرجوا هذا العام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في مستقبل حياتهم العملية. لا زال أمامهم مشوار طويل نحو التخصص بإذن الله، ونحن واثقون بإذن الله من مستوياتهم أنهم سيكونون لبنة هامة في الخدمة الصحية في هذا البلد إن شاء الله، أو حيثما حلوا. دكتور عبد الرحمن، هذه هي التخرج الثاني للكليات أو الدفعة الثانية من الخريجين للكليات، خلال عامين كيف ترى واقع الكليات وما هي نظرتك المستقبلية للكليات؟ بحمد الله وتوفيقه، رغم عمر الكليات القصير إلا أننا لمسنا ولله الحمد آثارا مطمئنة وثمارا يانعة، فمستويات طلابنا ولله الحمد من خلال دخولهم للاختبارات العالمية أصبحت تشير إلى جودة المخرجات ولله الحمد، وكذلك ما لمسناه من قبول في برامج الدراسات العليا رغم التنافس الشديد عليها، كان هذا الحقيقة مؤشر مطمئن إلى أن مستوياتهم ولله الحمد تضاهي مستويات الكليات العريقة ولله الحمد. ونتوقع بإذن الله أن ما سيأتي في الدفعات القادمة سيكون بإذن الله أكثر وأجمل، حيث تزداد خبرة الكلية أيضا، وأيضا ما حققناه من نتائج في هذا الوقت القصير يشير إلى أن بإذن الله المستقبل سيكون أعظم وأفضل بإذن الله لهم. بإذن الله. دكتور أخيرا، يعني ما هي الخطط المستقبلية من حيث التوسع سواء على مستوى الكليات والتخصصات أو حتى على مستوى الأقسام النسائية؟ هل توجد أقسام نسائية مستقبلا؟ نعم، بإذن الله اعتبارا من العام الدراسي القادم سنبدأ في قبول الطالبات في كليات الطب، ونأمل إن شاء الله أن تفتتح بقية الكليات الأخرى خلال بإذن الله العام القادم أو الأعوام القادمة التي بعده، حيث ربما تضاف إلى كوكبة أو عقد الكليات كليات إضافية أخيرة مثل كلية الأعمال إن شاء الله. دكتور يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا لكم أنتم أيضا.